بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان وكيب بقولي سودونات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وعين كسوة شري كتاب الفضائل عاو درسه وحكب اللابن يا كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله وبابي هاي وكساب سنة هاي عشركو حجك واجب نبت كيسا يفضل يقيمها وشريعة كلها هاي الضمضان أوليه حجك لغة والقصد بكثرة إلى من يعظم لغة هان واسدا مطلق القصد ماها إن القصد وقصد إن بضان شيء لوينين كثرة القصد إلى من يعظم أيا ليلة اللغة أهان حجك شرعي أهانها دواء القصد إلى الكعبة لأداء المناسك وإن لو قصد بيتك إلهي محرم كعبة سيلوغو تعماشي يا عباداتك حجك يا عمرها أيا حج ليلة هذا حق حكم كي سوى ركن من أركان الإسلام ركن الشنات ويان شهادتين كالصلاة زكاة صوم كحجك رغني يتير تيرك إسلام كاميدا ووين وي لا أنتين إسلام وصروح مسلم كاو أسحينين هدوسا آمنين واجب نمت كيس تاسي مركا ومسألة كتاب كنا قادة لغي حق حكم كحجك سنة إجماع مسلمين تا وسويال ديميد وتاريخي وحكا هذا لما لها شروط حجك واجب إساء وشن شروط الروح مسلم كحجك كو واجب حجك وكو قبته شن شرطيوي شرطي كوبات وإسلام نمو ما دام فرع هي ركن إسلام كميدة وحجك يا هاي حج وحكاء صحا روح مسلمة والدين كإسلام كسوق قلب شرطي قال لبادنا والعقل روح وإن ما يمكسي مير كسي تشوغو عقل أولى يا هاي مسلم نمو هي عاقل نمو أي شرطي شرطي قال صدحات والحرية قفك مسلم كا عاقل كا حجك وكو واجبي وحا شرطي إنه يا هاي حر مدح بنان أدونك حجك واكا صحا لكنكم واجبه ويكل الدوان تهي شرط أفراد والبلوغ وقانقار وين روحوا قانقارو تابقالو هنقاضو أما داءه كو قانقارو أما علامات كالي بلوغه كو قانقارو شرط أودن بيا شناد والاستطاعة أود يكاريتان با شرط إسلام نمو عقلي قانقار حرية إيو أود لوحجيو هذه سفر يا سعودان اللي قالها يا روح وين وصف سعودان يا سفر قال لك كرو هذه سهاي لو بهاي هي جزينا وين سهاي نفقات سفر كروح وهي لك كرو مرك الزاد والراحله قاديد اما اوت وكله جاي يروح وين وهي لك كرو هذه اي ماشي مصافيه سفر لقى لي سهاينا اللي هي لاي وين سهاي اللي هي له شنطه شرطي ايو حجك كو واجبه روح مسلم شنطه روح اللي هي لي أيا واجب كويها ولا قرب إنه لا يمات دلو كأصحى أيه أو سنكو واجب إن باتشرة دلو كأصحى استقلالا سين مدح بنان وقع أصحى أيه أو سنكو واجب إن باتشرة وأضون كأيه المها سبق مميز كعقل قاله أي والله وضع شرطون بالله شرطية إسلامية تمييز بالله شرطية كريج النقف كأي صلاة وإيه كأصحى ده تدبجر سيد جر سقال جر حجك كما واجب لك هذا لا يمد وكا صحيح ما هو مسلم عقلي وحقوق كل سعنا والي اظن كسدو كلا وي حجك كما واجب لك هذا لا يمد وكا صحيح دد وحاجر الحج وكا صحيح طبعا اسو روح كلا كل رن بو كا صحيح واسبغ يركا اي دربت لو سيدو اما دبرك لو ودو اي ان اسكو فيلين ان مميز كا هي كا اسلامهم با لو شرطيه الإسلام فقط بالله شرطية حق وجوب كيس الدقدقة شروط دمك الله قصوته هل يجب الحج على الفوري أم على التراخي بفقاد وسكو خلافين حجك مالك إسلام الله قاهله وعقل الله قاهله وحرية الله قاهله والله قاهله قان قاعد نمو إيا أودت كو حج دي كاريتان شنطة مرك الله قاهله سيد دقدقة أوتوماتيك ميوكو واجب ينال حجك إلهي قدرته مسي انت با ادو لغا هلي هلي با دب ير دغان كرتا فقدو اسكو ما ندافين لما وحيدا هذن حجكو
دقدك وما واجبه تراخبك واجبه لما انه وحي لي ما يوا دقدق نينك اوده اسو اودي كار انت انا لغه الحجي وايسي دقدق وادنبيلي ادله بدن بانا معناها تسيسه ادله بدن بانا معناها تسيسه نبي محمد وحا كسو حديث دور او يري مدكيني اوده انو حجي ها حجيو ها او دقدق حجك يو عمره ما يلي وح بدن با اسبدلي كره حنون با ايمان كره هنتدا كو دافي كرته ما انك يا مسكحتها لقا قلي كرا فرصتها انت هي ستان بيت كي لها حج كي سكتا فحوي عندي بلور ديغن امي سايو مال قبينا سي حج كي بري ما انت ولا هاي يعني وحي بردها فين امي سايو عافي ما قبو دف دف لينا انت حج كي ديبو ديك تاي باقي دم بحانون روكا كو ديغو سر اد سرير ال نقطي ان سرير يا لاون ما قال لي اسكا قلي يا هولو بدن با ايماني مشغول با ايماني جاني سير مركات شوك بيت كي لاهي يا ركن من اركان الاسلام ان ادب دكتا وانا اكسن سيدنا عمر اسوغ حابا كسوغن انو اورن جيري روحي اسوغ اود لي او هلي كره انو حجي حجك اسلام كي فرض كا غدن واي مسلم ماها ما هم بمسلمين بورن جيري بل كتاب بو كوتوك توك سدا وريكتو او قيبي دولتي غوبلدي دي كلا دونا دولت الاسلام كي حلو اسوغ اميركا او يري بارا ددكا مسلمين تي جوغ غوبلدا يا دغمويكا كنول روحي اسوغ حجي كره حجي واي حجك فرض كاوي كي سنة ما لا إيمان واي مسلمين ما هي جزية هلاقا قادو سيدي يهودي النصارية مجوس لغا قادو كودي يا كبر كبر لغا قادو هلاقا قادو ما هم بمسلمين أدب سيدنا عمر نوات كين شري أحاديث معنا حوجني سنة ويتمت قليها مركو أورانا يا حجك بحسب الاستطاعة هبا هذا لكن دقدق بكو واجبية يا من حيث الدليل حق بدن غور ما حجك لا واجب الحق تاريخيا سنه كسغالده هجرده سنه كسغالده هجرده اياس لا واجب يلي حجك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اي سودكتي اما قوله تعالى واتم الحج والعمره لله واتمام كسنه كل حد سودغي وكل دوانت مركه وجوبك اي حجك ان لا بلابيو او سنه كسغال فرض يلي يو حج هداد حج دا ام عمره الله تما دا ما يستركيد وحا لا واجب يلي سنه كل حد هدا لو بلود واجب يكون انا دم يسترت حج عمره سوره البقره انا قضا دغتي سنه كل حد هجرت اما فرض مركو غورمو انو نوقدي او نو ركن من اركان الاسلام او من الصلاح يا سنه كسغال هجرت سنه كي توبنات نبي او موسن سوره غلين انو مركا سنه كسغال انو حجيو سنه كي توبنات بي سوره غشاي ونبي يقول حجي وانا ادق دقي سيدا سوي اركان تي سي هي شروط تي سي هي تفاصيل شمرك حج كصاب سنه هي هولها سي كتب تفقه بعد كم مراجعين انواع سوا صدح افراد يقران يتمتع بالليل هذا صدح نوع بالله حجية حج متحن كلجي اناد حجده وافراد ليلة كلجي ان عمر الله سعونين كان الدمبين ومرك افراد بالليل هذا حجك الله بعد نوى مثل لو يقانو تمتعه انت بلي حجك ما كتكتو اود عمر رئيسته اود حلال وذو ان مالك سيدي هذا حجك لا هذا يوم الترويه لو يقان اي ما كلاغ بخي من لا هذا اد حجك حلاته عمره الرئيسي اي حج كخي اسلا بلي حجك كاس روحي روح قابك وحجي متمتع بالي اما تمتع بالو يقان وروح نستيك دمنا حج ليمي وانا متك اوغو فد بدن وانا متك اوغو فد حججك حجك اللبادي صدح هذه وقيران قيران بالليل هذا إن الله يسكول له عمره إيه حج أدفن جلسه أو يسكول لفاق ذه أو يسكول برح ذه أو ذن كراسارين أو ذهل مرة وضح نيسته لبيك اللهم حجة حجة وعمرة أما حجة وعمرة أتدار هل عمال الله تماذا سعي واحدة طواف واحدة كل هذا نيزن طواف كائن وقل قش حج عمره وصعيقه وقل قش حج عمره وحول بوط ثمانية سو أي وذاك جرين عمري حج وذاك جرين سكمت بطقة دقيسة وحيسن وذاك جرين هذا أعماش حج كما تحب النار يدوي صدح ذا قابل له حجية كان قران كان نبي محمد باكو حجية ما دام وهدي سوك حي تمتع أنا وأكو مضى أمرين نبي وأصحابه كل قد كو قصبي نو والبون سوك حي نين هدي أن سوك حي وأنا سيد الله بطنا حجكم نبي وكو حجي ميا فضل بدن مسكو امضى امري با فضي بدن مرن با كتاغن انغا شافعي كاهر افراد كان رجحنا والراي لغو حق بدن يا لبدن دنبي ونبي كو حجيه يمد كو امضى امري لبداسا
la isku haya qaybaha fadli badan. Ummadda waxaa u fadli badan inay tamatuc sameeyo, waana kuu nabigu amray uu yidhi weligeed sidaasay ahaanaysa ilaa qiyaami saaca. أما النبي ما دام مشرعا نيابة عن الله سبحانه وتعالى قاب كقران كن لوح جن ومد وتسهي حل جالس هذا صاص أفضي بضنيت بعد ما حج النبي هنا ومد وح أفضي بضن إن يتمتع كحج وسيد هذا بيدين سورة جليس مواقيد يسوى الله بقي بوت حل يولي هاي مواقيد زمانية مواقيد مكانية الله يرى هذا حل حجك ولحده وصيح باتشر ولا لي مات وأشهر الحج لو يقانه الحج أشهر معلومات ربيين كيدي وبش الشوال يذ القعدة ذي الحجو بش الشوال أو تقانا صنفر الرمضان كو حكته هي بش حكته ذي القعدة ما سيدتال ليدا هذو هي بش عرفو صدح لها بلوت لبدا بلوت هوري ذي القعدة الشوال هي طبانك هوري ذي الحجة أي أشهر الحج لو يقانا وحجك اللي حدوه أصحا على رأي جمهورها العلم بلها كلا حج هداد حرمتو حراتو كو قد مما هيو مرق قنت ما هيو وصلاة ان وقت قد اللي قانو حراتي دور كو انقل هداد ترادو وحان حدا صلاة دور محر ميسو علمو سداسي وبدن يهين ابو حنيفة سو حويدة هدا سنة كوردان لبي طبان كبلود با حج واد حران كرتا لكن الى صدح ذا بلود لقانو ذي القعدية ذي الحجائي وشوالة اعماشو كاسح ميسو لكن ويا صحي ساحر شض وبشا رجب شعبان رمضان كسي هوري والزكاة باللغة السنة قد اسكحرا كرتا وانا اسكجو قاضو محرمة مركش إلا قارون بليه حتكم بدا عماش الله يمن كرتا وحي مركز كو سورة قلي ساقو سيدا سجيري وحد دليل انا مالها واجتهاد وداد وي كتابك القرآن كي سنده يا حديثه يا دقن كسلف كو أشهر الحج وصدح ذا بلود وي مواقيدا ميلها لقى حجيو يا الله جحد حج حل الله حدو يمال الله جحد دو كيله حل جل حدنا يوان صور شجنة ماله الله جحدنا يروح وان الله باق يبوط إنه كسر كيو جوابه الله جحدنا يحق ما كبو وسويحه مال كسر كيسا قرن المنازل أما يلملم أما ذات عرق أما ذا الحليفة أما جحفة يا دجن تايب وحق ما كبو حد حكتا انت النقطة ميقاتك صوحر الغورن ما هي ماشى جوكتو جرجا ذاكو ميقاتا guriga aad ka xiran marka toos u aadays kaasi warkiis waa iska yar yahay ruuxa asagu laakiin aafaaqiga dibadda ka imanaya ml ka durugsan miqaadka ka soo xajinaya mawaaqiiday marahay ka xajinaya waa intu nabigu sheegay wixii reer madiina ah ama madiina ku baab ah dal xuleyfa ka xiranaya wad aragteen hadda markaad madiina ka soo socotaan aadaysan marka laagta weyn ee masjidka weyn ku yaala laga xidhay dharka la iskaga bedelay ee شيء 8 كيلومتر ملام سوى لباتم بين مدينة وجرتابا ومالينية تقريبا تاسع لك حرانية دوتك الشام حق كيمانية قلبيتك مدينة قلبيتك كذا كيمانية إلى دونك عرف كي صدم بي وحيون قلبيتك حقا كحيقا ماشي جحفا لي هذا إيه كحر مانية أو كحرانية هذا إذا دول مرينين آقا ماشي كوب بيغان بات كحران هذا هالكا مرية بغول كيلومتر أجر جحفا لغوليه ما يقول لعو marka aad leedahay leeyahay way kugu beegan tahay oo garabkaada ay ku aadan tahay ama xaqay ka jirtaa ayaad xiranaysaa haday diyaarad ku wadana marka dul maraysaad xiranaysaa haddaad ka yaabto in diyaaraduba iyo baabuurku kula antarana ku dhaafiyaan Nairobi aad ka xiranaysaa airport marka aad baxaysaa xiranaysaa halkan aad ka xiran wixii xagga bari madina barigeeda ka imanaya oo ciraaq iyo wixii la halmaala ah ayagu daatu cirqin meel la yiraahdo ka xiranaya daatu cirqin waadi alaqiq dhankiisa wixii ka imanaya xagga bariga afrika ilaa koonfurta jazirata alcarab oo yaman ilaa soomaalida ethiopiaanka dadkan uu xagga soo jira ah waxay ka xiranayaan meesha loo yaqaanayo lamlam oo hadda waad ka xirataa yalamlam mawaaqidaas waa mawaaqidi makaaniga ahayd waa meelihii laga xiranayay ninkii mara iyo ninkii ku beegan baa xiranaya xilliyada la xiranayana waynu soo sheegnay hawlihiisa kale kutubta kale ka muraajacay qaal allahu tabaaraka wa tacaala wa ilaahi ilaahi wuxuu ku leeyahay an rabbi wa hadha cala annaasi aadamaha dushiisa xiju lbeyti beytka ilaahay in loo qasdo alqasdu ilaa beyti illah من بو إلهي كل يحجك إنه وقست بيتك إلهي استطاع أود إلهي إلى البيت سبيلا جد أهاني وضع أهاني أودان أكره ومن كفر نك حجي وينا فإن الله غني عن العالمين
علماء أهل التفسير دون حسكوا وافقين ومن كفر هنا وحيوته من لم يحج منك حجي وهي أصل هاي لم حلق سوها الله إلهي سبحانه وتعالى آدم وحكله هو فرض وكرده وأوزاري بيتك إلهي إني أحجيان أقصدان هدي أودان أود دقالة أما أود بدني جنبا ومن كفر وحال دق مقام كي موضع ومن لم يحجوا نن كان حاجين فإن الله غني عن العالمين إلهي آدمه رنب وقد يقتما مخلوقات رنب وقد يقتما أدق وسكرات وكل جاء وإلي حجك سارة الله إيمان ويد رب حقوق فلما يوي أون كي مخلوقات الله قد يقتما وحبا كفلين وحبا أيسا ترين وحبا أيسا يلكرين فردق محاد مداوي وضر يا إذيل هذي رب وحبا تروي وحنا أقيسا وين فردي يا واحد وكي بتشوي قرآن كمركز أخردان روحدان هذا رأيته إن الله غني عن العالمين يوحي لما عنا تكفيرني يقاليسيوي قرآن كآخرية من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ماشي أتكوارتان سياقاس وحاكوه الرئي أما كدن بي ربي أنه كوضا كاسي مسلم يواقال هذا والوعى ديبا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد معنى وامع كان مرضو بنان كي ربنا واكد يقتما ويأضون وماها قال لليوي ساسلوشي ذا تنواس ذا ومن كفر ننك حجي ويأسوق أول هي فإن الله غني عن العالم سداوي قرآن كأخري واتفهم إيسان سيدنا عمر أدلد ودليشن جري آيات وكمتا ننك أسوق أول كري حجي وآية إنه صن مسلم هاي هاو شاهد الله اسكك إلالي حجك واجبك هل قتو يا الله فضيسن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس وإن صومنا حديث كان دور قربين صوم الري إسلام كشان تربى الغدل لسشات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قرتان يوه قانسن لوه قانسن مو الله قروا لآمنوا لغونا رقمه ألموين أحد حق لغو عابدون سنشرين وأن محمد رسول الله نبي قال لما هتشينا إنه الرسول كإلهي هاي وإقام الصلاة صلاة اللوغو والتوسي وإيتاء الزكاة زكاة الله بحيو الله ديبه وحج البيت بيت كإلهي واللو قسدو لآذه وصوم رمضان بش رمضان الله صوم متفق عليه وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابي خطبنا رسول الله حديث كان صنوه إنه صوم الري باب كل حتمنات بأنه كصوم الري حديث كبقل كنتني اللي حاد بكفيرين كرتان أصوه قابان وقيبت الدم بسعة ذروني ما تركتكم كبل لابني باب كاس إنه كصوم الري وباب كل حتمنات حديث كبقل كنتني اللي عشر كيلواتني تضباط بأنه كصوم الري إنه محقق علي هذا سيدا يداد قال وحول الصحابي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لما نأخذ بيب ولا بهوري فقال وحول في خطبتي نعم لها الله أيها الناس دضوا قد فرض الله عليكم الحج إلهي حج بإنك واجب يلي أدوش إنك كل جاي أدمد إن أوصار أدمد إن فحجوا بيتك لا أقصد والله ما ذا عمل كاس فقال رجل نبا وحولي أحمد ينزاي رواد كلا عدية وأقرع من حابس ذلك أقرع من حابس الأورنجري وإنك هاللي فقال رجل نبا وحولي وهو الأقرع من حابسه أكل عام يا رسول الله رسولك أما سند كستا حجك النسارين يين حجنا سند والبمية وحو أركي تريها دي الزكاة إنه سند والبطاها صوم كون أينو يهي سند والب برك وحول حجك ما سند كستو واجب نقو يهي فسكت نبقى آموسي وسؤال الله بهني محايا لو إن أمرك اللقاطي يهي إلهي حج بإذنك واجب يلي الله إماذا سمعنا وأطعنا والله إمانينا كد مك الله تماذا وحد دنبه شارع عيدين شيء أرك حتى قالها ثلاثة إلى أصدح تشيرين وذات كي أقرع من حابسها أكل عام يا رسول الله نبي اللهم سند كستا أما والبال الله إسكر بين نحجنه فقال رسول الله سلك إليه مركز الدحاد وحيري لو قلت نعم ها هدان أرن لها لوجبت ويواجب لها فريضة سند والبيع إذا قبل الله هيد ولما استطعتم حقنا ميدا أو الدين سند والبنى واجب بين نقول الله هيد كالزكاة والصوم حق ميدا أو الدين وركبة جوجية ثم قال سبحانه وحيلي ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم و
qaybta aanu ku soo marnay halka iyada meeshaan idii xalayso xadiidku kuma jiro khayru wey daruuni iga taga su'aalaha iga daaya war soo reebta wey aashina maa taraktukum intaan idin daynaya anigu aan waajibka sameeya kan samee aan idan lahayn gaabsada su'aalaha badan joojiya fainamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinku horreeyay waxay ku halaagsameen bikathrati su'aalim su'aal badnidoodii fii zamani tashriic wey su'aasha badan ee caamaygu uu diinkiisa ku cadaysanayo xilligan iyadoo ay furan tahay culummada iyo kulmaninkii kugu yimaadeen masale kugu dhaama warkaada ka cadayso diinkana baro xilliga laga hadlayo waa xilligii waxyigu degayay ee axkaamta la jidaynayay ee zamanu tashriica bikathrati su'aalim su'aal badnidood bay ku halaagsameen qowmu muusa wixii ku dhacay intii addoonkii la dilay ee la garan waa ciddi dishay markay nabiyullaahi muusa weydiisteen oo rabbi u baryay idbaxuu baqara la yidhi salafku waxay yidhaahdeen axaadiiduna tilmaanta hadday neefku lo'da u horreeya neefday ka soo qabtaan gowraci lahaayeen warku waa caddaan lahaa oo ay cadkaas ku dhuftaan meydkii warku waa lagu kala bixi lahaa su'aal bay ka dhammaan waay maahi midabkeedu muxuu yahay say u eg tahay ma weyn tahay ma yar tahay ma baar furan baa ma beerahay fashaa way adkeeyeen markaasa lagu adkeeyey fadabaxuuhu wamaa kaaduu yafcaluun idan looma baahno warka badan yeelay baa waa la hogaansamaa iyo wakhtilaafi isku maandhaafkoodii bay ku halaagsan isku maandhaafeen calaa ambiyaaim ambiyadoodii nabigu saasuu ka wadaa maya sidanuu ka wadaa maya kanaa loo jeeda looma jeeda saasaa loo jeeda lakala tag tuu nabigu ka cadhooday wey isagoo la fadhiya saxaabaday su'aal yuu nabigu weydiiyey masalo u sheegay markaasay mid wuxuu nabigu saasuu ka wadaa nixuun maya saasuu ka wadaa maano idin dhex taagan baaba iskhilaafteen nabigu wuxuu yidhi haddaan dhintana waad kasii dari doontaan ummaddu inay wada socoto ee mabaadi'da iyo usuusha ka wada socotaa la rabaa furuucda fiqiga yar ijtihaadku aqbalana ay iskugu cudur daarto warka badan iyo su'aasha badan iyo ismaandhaafku waa lagu baaba'aa meel walba wuu baabi'iyaa faidaa amartukum bishayin shay haddaan idan faro fa'tuu la imaada minhu min ashay ma istatactum waxaad awoodaan war haddaan waajib iyo shay idan faro iyo shay sunna ah waxaad awoodaan kala imaada muranka iyo warkana yareey wa idaa nahaytukum can shayin haddaan xumo idinka reebana wax wanaagsan idinkama reebi mahaye xumaan baa laydinka reebiye fadacuuhu ka taga waad awoodaani rawaahu muslim baa xadiidka wariyey marka xadiidku wuxuu kamid adilada ku tusaysa xajku inuu waajib yahay wuxuu kale xadiidku ku tusaya waanu soo maray axkaamta samciga ah shaarica looga dambaynaya laa waajiba sharaa'icda marka laga hadlayo axkaamta sharciga laa waajiba ilaa bisamcin aslu diinka oo ilaahay jiritaankiisa iyo cibaadadiisa iyo tawxiidkiisa iyo shirkiga iyo masaa'ilka waaweyn sifaatka rabbiga ee qaybo ka mida iyo ayaa caqli iyo fitro saliima lagu gartaa laakiin shaygana xaaraana kanna waa xalaal kan waa karaaha kan waa mustaxab kan waa iska bannaan yahay howlaha sharaa'icda la yidhaahdo waxyigaa looga dambayn wata ilaahay nabi maxamed ka yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan ay tafaasiila shariica loo jeedaa tafaasiila shariica nabi maxamed isagoon loo waxyoonin ayuu muslim ahaa oo mu'min ahaa isagoon loo waxyoonin oo asnaamta necbaa oo bannaanka uu ka marahayay oo akhlaaqda wanaagsan ee kariimada nabi uu ku dhaqmahayay ilaa kufaaru quraysh markii nabi maxamed la diray ay waayeen meelay ka dhaleeceeyaan ee waxay ku qabsadaan shalay baa mooryaan ahayd ee maanta nabi iska dhigay way dhihi waayeen caamadu moogta hadday khalfiyad hore war hore xisaab hore fayl hore ka haya mala gaabaa gal faylka hore bay kugu dacweynaya iimaanka laga hadlahayo waa sharaa'icda weeye iyo qur'aankan soo dega nabigu muusan haynin laakiin usuuluddiin asluddiin nabigu waa hayay kufaaru quraysh baaba qayb ka mid ahaysay ambiyaduna waa aqlulbashar aadamaha dadku u caqli badan ee u hufan ee u wanaagsan dhal walbana ka dhammaystiran wey kaafir qurayshi ama jaahili ah wuxuu gartay miyaa nabi maxamed iyo muuse iyo ciise ka qarsoomayay ashaacirada iyo wadaadda hadda iska ishtalafiyee sheegta sida wadaadkan dado wuxuu nabi maxamed maa kaana yacrifu iimaanan min kufrin xataa uuxiya wahada kufrun billah waa naqsi nabi maxamed la duraya wey ninka yidhaha nabi maxamed ilaah loo waxyooday gaalnimo iyo islaan muusan kala aqoonin tawxiid iyo shirki muusan kala garanaynin maxay tahay macnaheedu waa tacnun fi rasuul calayhi salaatu wasalaam
وانتقاص وشتم وافلقاده وجائف النبي انقب النبي عليه الصلاه والسلام اسكي الى عليها وشا يضها خطر وي واحد بن ادم كقر صومي قران وايان وتفاسيش شريعته واحكام الدقيقه ذا محابنان محام بنانين واسلوب كرقنك اما اللجريتان كسعر دول ابوري هي صفات كسوى وين سيدا نولشي سي الهي علمي سي قدرتي سي غني سي وكدقتم مخلوقاتك ما احد بك جهل نغني عبد المطلب وحو قرتبي ونام حد قرن واي ابراهيم مركو جي عبد المطلب دعي وقريش سوبا بينا وانتو صنعاء يمن دقال خصو بالعرب لو كدقي ابيك صوت الفريستي جي عبد المطلب نو دعي عبد المطلب انتو لبستنات قرحصنا واهيبت القبطين له ايو اتقي سيف عم بوفرس ابرو وحور ولا قبل سور دوي هي محاد ربت من بيت دايون ود من كعبة انا دون كعبة انا هولي تالا ما هول جيل يجي بان كاربا هلا هي ارمان كاي يهروين كي بان كاربا عروت انا مال هي حر عبد المطلب وحد كفر الرئيس وان كو حرمين ونقم في عم بان كم وربيت كي اد او وياشا كسو قاديه كعبة انا ربينا عرضات وها كدغو هلا ارمان دي ويدينيس حر انا هلا هن لي اما بيت كي كعبة ربي الى شضاء اسك يا الى شان هيبو ربي با اسك اسكنا دفاع عني هولي تالا ما شي سبب نقط هل هي سي عروس بول عري بوب فول حول الله وبيت كذا وكان تورام كدفاع ما هي دفاع ابراهيم حق الراعي مقدر بس كل حاله هدي عبد الله من تو قرتم يوسف بنو قرن واه سو انت لو وحيون سو اذا بدر ما ينات النبي محمد الى لو وحيون ما قرنين هي توحيد الشرك الاسلامي ما قرنين هذا كفر بالله لأنه هو انتقاص شطم للرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في عقل الرسول ودينه أو شهادة إسكا إلى لي علماء وين قروا وين أدون كايستان وحاكوها الله هذا النبي محمد بن حرمين بن غلون حبسن هيا أنا يصفق الله سوى قلام بهر ميان يلينا أو شهادة سوى إدبت إسكا إلى لي ما بقى إن لقاقا بحوى إدبتاه هذا هو اللي بالدين شهادني أضرته ودينتي وصوك يعني قد قدر طول قد دمي سوا مصيبة أدو الدفاع يا مشركين إلهي غيرك عابدية وحاك لو كجرا الأصل في الأشياء والحل والإباحة شيء والبؤو تفاصيل الشريعة إلى ربي غير نجاح حرمه ونودد وينوب بنايا قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وحوا حرام كان وكان اديك هول كوتا لما وحكم الله اليه يعني وريكتا صبح البرلمان كي بهوش جوجي كفر بالله العظيم برلمان كضوع يا خمرض ما حرام ما ممنوعنا مسوان فصحنا اي اسكر عن كل جود خمرض وممنوع البرلمان كصومالي كو كيس كبداي كل جود كفروي ممنوع عيدهين كب خمر الله معب بكرم من البنانه كو قالوا بهايا لماذا؟ وهذا وصف عم بيالين خمر ذي بي بنجد جوجيين هذا 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 كو قالوا بهي هنا فهمتان بعض الربا روح مركو ليه شيء هو ممنوع ما هو حرام وانه قده الهي با حرمه وانه يراد وركم يد فهمتين فهم ان ده كالقاده روح مركو ليه شيء هو ممنوع كنوا فسحان يهوى انه قده هي الا يجري او سيدا يجري انا وانا اضون باني فلن امرك الهي لكن هذا يجري هذا وحان لي حسان وانا بارلمان ولا يدور توشا انا كلا تورو اسوق هو قال كيو سعبينا قال كلاوي صاب باش وفهمه يا الله اذا سيرين دينك فهمه وبرته برلمانك الصومالي يكون كسي لي تكل هذا يذكر عن زنده إنه ممنوع تاي نينك زنيستنا هدو يها إيشة هدو مهرتينا رجح لجود له هدو ردينا لكرباشو ويكون قالوا بيا حكم كاربي وافقين بيكون قالوا بيا سيو قالوا بيا يا إن ده كلا قال الدين كفهمه إلهي حكم كيسي با سيدا أما إلها محي ليه وريكت برلمان برلمان كا اسكو راعي دمان تي إلهي يرير با اسكت ديجان وحنا حليلة
وحنا حرم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ممنوع اسكي عليها يعني بين لدين شيقين بين يعني لدين شيقين كوا ودا دكو شيقو خائمين ومريان ديما دانو بحي إذن سرين نينك ميشا تك محلوكي من كتاب كلاهي طبقه لوكي محلو دورت من شرع الى الياء وحلو دورت من كتاب ربي وقرقاره ايش يقول حلو دورت محل الماء عبد الله محل ورون يا محل انا شافعي هذا قبل البنايا حليها قاركود يا دين ترى قلبات يا ري يوروب ان لا طبقه لوكي أدون كان روك باي أول تشرو كتلنجر روك إسلام لا يدادو شريعة أدون كتلنجر تي كلابح كتاب كاقبان ديجر كلابح كتاب كاقبا هذا معين نقطة كلابح وعاقبة دستور ك قانون ك روك إلهي دقي بال الضوبي وحال دقي هيا دين الديمقراطية الله فين هيا روك أسا أدون كلا قد دقي هيا برلمان كنا كاسو أديجا إدون كنا وأبصع بسان دقيدو دق رجي نبضونه كاسي صوت دورتا إذن كنا أتش حين إنسان إن ده كلا قادو وحفامة روجا إنا يقالوا دجان أميلو باللجوء فوري دقالة كوب حين يا كروس مصر إسبا الله سعد دقالة إسكداي مبدو ذات دين الدون كردم بيكون في ذن يان دقالة لجرب تاني دقالة مش مري ويانا ما راح يكون في تشين يا ويسو شيء ذا أنا ورا مركب ما نحمو أقون درو جهلي نعفي الدون عرب دق هولا شيء دين بانك دم الله أنا وحين وصل الدرن غفلة وعي حمو قلة الفقه كينا هو هنا وحولوان في ريو دستورك الصومالية بقول لك بس ديت دين توافق سنية انت سوكو قالوا بيا اريا ويري بكو قالوا بيا بقول لك بس ديت اسكت داي بقول لك بقول هدو وافقوا نينك امين وقال بقول لك بقول بوافق وكافر بالله العظيم نينك حيسينا وكافر بالله العظيم نينك كقيب قاتنا وكافر وبقولك يا بقول وشرعي وافقسين وواد لماذا؟ ها؟ ماشي هاد قلنا قونا يسمر كذا وحن ورون يه وفي عن يه وحن يه الله ذا إتكام بقادي إتكسو دول وينو يهاي ألا يري رسول كايري مسلمين تاكو إجماع وين يتهاي أود أذو حكوري إتكبرنا إتكديد وين يتهاي متلد أن متليس أود الرب سبحانه وتعالى لك هضيت قانون كأيسي دستور كأيسي حراسات كأيسي ديمقراطية دوي وأنا هقول هادون كصعودة إن كوجا ليسين هي وكوجا لو بيسان وقال ورك أصقع يعني بين لدين شيء هذا ويد بالك حمام حمام حيرك جندرك هي قصة بسنا جنسية لب يردك إيه مدى مدى بعدين قالوا ذو وتين قل يا معارضة هاي كوا وصعبين لمن في عام برمان كصبح معارضين معارضين بيكو قالوا بهيان لماذا يا إن المعارضان وحق دستوري أو برلماني أو إليه ودستور كاسيني وحق معارضة برلمان قدام باكو شيء ديمقراطية دو قيب وحتى غيرتي قيب يا قيم معارضة لبضع بوحوجين ين قانون كبير لسه هيام بهدي لو يا معارض يا محافظ ديمقراطي دي ما بجرتبه ويش ما يستر هيان يسمع ما أنا والنوبة إيه لبضع ولا صعوبة ولا بقال لهم ويش ما يستر هيان دين كي نفهم إنها كلاقات يعني اللي دين شيء ما حد كدي يدي أود بارلمان بان كدي يدي إن أنا هاي بارلمان معاه مشرع من دون الله ورامي بسوق قالوا قنوض معارضيس مرة بعد كله قيسي قرمان معارض يا بين اللي دين شيقي يا ونمن كعاقم ولا تابن كر حسانات ولا ما تابن كرو وحادي قال لغوقب صدا سكر الله ما قب سنكر أدوار لسكا حلو بنقاني ولا قاسي لما جين كرو وإمر كور الله حيو بيو كعاقنا أنت حارق إي الله حساب تنك كدبا هو شو قبانيس لفتك يا ذا قال لي ما إله بلقاك بحكرا إلهي يروي نوك سلوى قبح
وإن إلهي لما هوت لقى قاضي كدب لله حساتون الشعب لقى دقو وحان فهم أو دينك أسر كيس فهم أحد كان إذا لهين وحان صاو أري كتابك الرب جاي يدينك الرب جاي باسداء أنا ونا شرعي وحان كأقوني كأقاني بان كهالله يا والو قالوا بيا لا حاكم إلا الله حاكمية الله في الكون نين كان أقلن يبين إذين شيئين وعنه قال سئل النبي حلوي أي العمل أفضل عمل كيبا أفضل بدن خير لي ماذا كيبا أفضل بدن قال إيمان بالله ورسوله إيمان بالله ورسوله إله ولا الرمي الرسول كيبا خير بدن لو أسلك الدين ثم ماذا نبي الله محاك حق التوحيد كي إيمانك قال نبي حول الجهاد في سبيل الله جدك إله الغد قال لما أدينك الله إليه ثم قيل وحال ثم ما نبي الله جهادك محاك حق قال حج مبرور حج لا أقبلي حج مبرور حج لقصة مفلي متفق عليه حديث كي مرك جابر عند الحاكم أيام مبرور كفسر إياه بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام بر الحج حج كبار نمت كي سي بر حوي إطعام الطعام راشينك ومد الله سيه ومد سوى حج دي سوى عمره يستوى حلا ترو مساكين توضى بايض الله ورقبه وطيب الكلام إيه هذا الوناكسن حس إلهي ذكر إلهي وحان ذكر ناس كأقابسط حج مبرور المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية حج مبرور كآه وحوي وحج الذي لا يرتكب صاحبه كي لإيمان يؤسن كردعين أم أؤسن كرين أؤسن دردرين فيه في الحج معصية دم أؤسن كردعين انت بس ما حج مبرور كعندها العلم آفر شرطي بالقربة مبرور كاسي وليه حج متقبل يمقبول بكف السيران وهذا وحيكف السيران بناء على حديث جابر بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام وحيكف السيران وحجك روحه إحسان لي يمد أوح تري هدي اللي صوق قابيو نينك كف السيران برق إحسانك نينك كف السيران قبولك مقبول كف السيران كل وحيسكو وافق أفر شرطي بحجك مقبولك مبرورك الله شرطيه أفرت مثل كم هذه اللواية أذن بدالي وادا شيء نبي صومنا عليه الصلاة والسلام وحاب أن ينصوم يو صوم كأن كهن وحن باهي قا شكا هاي عن قا شكا هاي وحكلا ماذا كيلي دالي الرفاض مبتكش شرط كوبات حج كذا وإنه إلهي درتي على الإخلاص إلهي درتي يواجب كسارة قدشدي يحلك القدر قبشدي وإن أدو حجده هل لكم مقلي هب الحاج ويئي هب لوي حجدي هب الحج وكف في عيه من نبا لا رياء ولا سم نفاق وإن أدبركت الإخلاص ابتغاء وجه الله أداء لفريضة الله وإن أدو حجده شرط قلبات وحاوي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام الاتباع الاتباع وإن أدو حجد سوء النبي وحجي عليه الصلاة والسلام وإن أدو حجد سيد الدين تنقبت إلا حجي إخلاص هي متابع سنة النبي طريقة وإن أدو حجد شرط صدحة إما شو كجرة وحاك له شرط إن أد لتمادو إن أدو حجد مال حلالة مال حلالة الصدق والإخلاص المتابعة الاتباع اتباع سنة الرسول هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إيوه إن أتكو حجدو مال حلال إلهي درتي بدو حجينا إسان مثلا طريقة النبي كو حجيه ومد كو حجيه ويد بدو حجينا إسان لكن حولان حلال هين بدو ضغطا وحبك أصيح ما حجك وحبك مجرى مالك هو إنه مال حلال إيها أتكو عمر إسان أتكو حجينا إسو أوضهبتو ولي بحلال نمتكيس كتاب جامعاتكم مريكرتون حلاليا ما لا يشبه كجرتو أما حاران حجك الوحجي ما أصيحين حج مبرورا ما أها دمبنا لغدها فيما دام دمب لغاق قريم لالوش حول لالوش أظن مدك غاقا طيبة كو حجنيسا ما ينفع ريبا كو شقيسة تاوال حجنيسا ما يصير قريات لساو مدد كو دولانتا انت دولانكا اذا سوقا طيبت كو حجد ما ينفع هذا ازدالي
badeecaan banaaneen sharci baad ka shaqaysataa, xoolaha kala soo baxdaa, dukaan baa kuu furan, warshadaa kuu shaqeeya, kambaryaal baa kuu shaqeeya, waxaadna ku shaqaysataa dariiqo aan sax ahay, badeeca aan xalaal ahayn, sharcigu ogolayn baad ka ganacsataa. Hantida ka soo baxday baa tiri waan ku xajinaya, maa yanfac. Maalkaad ku xaji waa inuu xalaal yahay. Qolihii nan dambe hadda wixii 90 ka dambeysa dhashay waxaan xajinaynaa, maba fiirisaan ba wax ku xajinaysaa. Dadkii hore duqeyd ahaa baa idin dhaama. 80 jir baa ku soo wicay, 70 jir, 65 adeero wiilan dhalay baa Mareykan buu joogaa, wuxuu buu isoo tuuray, ma ku xajin karaa bay ku leeyihiin. Gabadhan dhalay baa meelaha Yurub lagu qabaa, biil bay isoo dirtaa, waan urursaday inaan xaj ma ku xajin karaa, way isku hubsanayaan. Oo dadkii hore idinku haalam isisida wey, waxaad hubsanaysaan ma jiro. Jeebka xaran idinka buuxa maanta, hormagaasad saa ku haysaan. Aba Maxamed, maxay tahay adigu hawsha ganta fururka adigu wada? Gaal tigid ka bixiyana. Ya? Gaal adi tigid gusiyana. War cadaaday. Xilli baa ka hadli gaalka tigidka saa dambeeya, kuwa ka soo baray saydnaay. Hawsha isku hubsa. Maalkaad ku xajinaysan maal xalaala waa inuu yahay. Ribo, khayaano, dhagar, gishi, laaluush, badeecaan bannaanayn, xumaan, balaay oo dhan laga keenay, xaqu naas la dulmiyey, guryo ummadda lagu dhacay, dhul, kontarakt ummadda lagu baabashay. Kontaraktii buu jiidaya, wuxuu leeyahay Gaarisa iyo Mombasa ka dhisaya mashruuc 100 milyan, 20 milyan ama 15 milyan, 10 milyan buu noo sarsaydahaya, 8-kii dam, xaqu naas. Mashruuci bil kadib waa burburahaya, wadadii maba jirtaba. Lagu kala tag, hadhowna wuxuu leeyahay waan shaqaystaa, xoogay xalaal ah, xoogay xalaal ah. khasaaro shayga khaaska ah oo xasaan ka dhacdo ayaa ka dambiyar kad ummad ka dhacdo samowogta firdi inuu aakhara ku daba istaagiyo in Soomaali kugu daba feysho ku qabsato ka daran iska ilaaliya xaqunnaas ka iska ilaaliya xajkina umbeel daya shardiga afraad wa inaan dambi ku sameeyna xajka gudahiisa صدقي إخلاص متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما الحلال ودكو حجده يا أذن إذا بدرك الصمين أنت الحج حاجة طاي أفتاشر دي حجك اللي هلال لوي قالنا هي حج مبرور مياد فهنتي وعنه عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج شردك أفراد بالنبي قد إنه الشيقاية شردك أفراد قدن بيب النبي إنه الشيقاية من حج الروحي حجية فلم يرفض أن لا إيمان عن تربقش يا هذا القصة أبسن دماع الدمر قصة أبسن ولم يفسق معصيانا أن لا إيمان رجع وصول الله بتحج وكسر النقضة كيوم يا كيوم أبو الآخرية بناء على الفتح لبضبة كيوم ولدة أم سيد مالك ويدا إذا شو كله نينك حج حلا لي ما دا إخلاص كتشر ومتابعة الرسول حمبارسا وما الحال لوحجي حق أن أن لقدم بامن دحدي سمك الله إيمان ومضى أن لدول مبين أن لشيقين حمان أن لسمينين رجع من حجه حجه سبحانه كسر الله بنايا كيوم ولدة أمه سيدا أسوق أم مالك هو يدي إذا شيء وحقوق الناس حق الله باللوجي ذا حق الله باللوجي ذا دنوبة إلهي أثقش سبحانه وتعالى صغائر يا كبائر بولو دافية لكن حق الناس توبوا كاربا وهي إلهي كصابسا دنبي ربي سبحانه وتعالى أتقى شيء أما هوينا أما هير هذا حجك هدونا حج مبرورة وأفر تاشر دي لقيها لي والله قولها فيها بنا هذا بقى دين تيسي حقوقه دي سنة والله قاربا أتقى بحيس متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة عمر عمر لقو حجيه كفارة لما بينهما انت قد حيث بي دافان قال عمره يسطي هذا عمرك لا تكون حجسا لا بدأ عمره أنت قد حيسي دم بقى هذا إله يكون نافيا والحج المبرور حجك الله أقبلي أما حجك إحسان يا وناغ لقو سمي وحجك أفرت الشرد الله لا أنا ليس له جزاء برب يونبي قجيري أبا القد يا ثواب ما لها أنك آين إلا الجنة جنة أنك آين دم بدافي لقو دم بدافي كدبوي markii laga aqbalo lagu dambi dhaafay kadib abaalkiisu waxa weeye inaad janno ku gasho muttafaqun alayh
حجك يا عبادة قد بالله نجا خبر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله رسولك الله وعن كل بيت نرى الجهاد أفضل نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد نبي الله وحن وارقنا هدان مسلمين نهي أما الضمر نهي إن جهادك عماش أفض البدن يا هاي ما إن جهادنا يتره يدن عائشة نرى الجهاد نرى هنا وبمعنى نعلم ونعتقد وحن أقنا هاي أن آمن سن هاي الجهاد جهاد كونه يا أفضل العمل عمل لي ما جهاد أفض البدن يا هاي وإنك حالي سوما نبقوا يري عمل ما المهد الحجة كخير بدن مجره ويسعون ولا الجهاد في سبيل الله صحاب الجهاد ويا قال المشو شرع لك التاقية فقال سبحانه وتعالى كنا إذن كوحائدين هذا دمروا أفضل الجهاد جهاد كوفض بدن بعد ليذين دمر هداتين أم حوية النبي الله حج مبرور أي حج متقبل أو حج مقبول حج للدوري لهجاتي شروطي سلة أفصدي أذابتي سلة إلالي رواه البخاري حيث قصوا لها في صحيح البخاري ورما يسترن قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معك نبي الله من كل الدول أن هل كان كل قال الله دان دمر ناي بركاس النبي وحوري لكنا أحسن الجهاد وأجمله جهاد متكوفي عن أقر حسن بعد ليذين الحج حج مبرور عائشة واجد محورن جر تحديد كما كنا بقول سيدا كجيري فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري كن سيدات بقول إحنا يكو كفيري كن سيدات بقول إحنا يكو عائشة مر كنا بقول سيدا كل وحور وحي أرنجر تمر ضم ب حج كتجي ماي سنة دول بوي حج جرت أنت ويا النولي نسائي وحاكوي مد ألا نخرج فنجاهد معك نبي الله ما نقول الدول هو إذا جاتك كهلا سوى جاتك فرض كفاية جاها إلا طلب جاها إلا الدول يوي كيف فرض عينك حريها لسوق الهي ما يا دون كمان تكسر هذا مسلمين تحريها لو قال يا الله دول ما دول كذا دول سوق بصدي دفاع النفس بكجر أن الجهاد طلبي وقال هذا الله على بصنا يا دون كم تجر إن جرو لو سوق قالوا جرو يسود حتى قال ما يوم بعد دون كتجر نبي يقول مركو ألا نخرج فنجاهد معك إسماعيل أسوق حوري لفظ لو جهدنا معك قال لا جهاد ولكن حج مبرور هذا دمرتهين جهادك واجب إنكم معها وكي جهادك أنتم واجب كوهين كفائي طلب قاوة دولانك لكن هذه حريها لسكوك قالوا جهادك فرض عين بأي يكون يجد دفاعان نفط هذا الدفاع عروض هذا الدفاع دقاء الله انتقى برضو الضمو واجب كون نقون عروض روح والباء كالله الله يواكي رق صولمها يأود لا يبدي حاية ليس على العماء يكسو دكتي مر هذه حريها لسكوك قالوا وحد قاد ليل بعض ما لحق كل شيء أو تريد اللب ودي أو برك هاد شبساني أدول مصعوريس تاسي ما هو حلقة الله عند أحمد سوى حكومة البخاري بقى جهاد كنا الحج جهاد كي نضم روا حجك توايا نضم بين نرى الجهاد أفضل وحلا من الرفض النسائي فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد ويد المقت القرآن كاتب يتقن عايش حيث نبي الله القرآن كان في ريه عمل خير للي ما دو جهاد كفض بدون قرآن كل قومش يجيب بشر ورنتت أخري يدونك بكاس وصار وكاس عجل ويدن فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد فإن نجد الجهاد أفضل الأعمال هو يدن ما كي سيدا أدو وضا النبي وحوري هوشا رقع أتا الله يدونك حج أغادة حج أغادة حديث كان مركة هذا قصي الفاتس أنا ذو أروري وحديث كي هو يدن دريشن جرتي عائشة أمات المؤمنين إن صردوا البقية حجيان بدون محرم ولا زوج زوج كذا وارن توه دوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيوة المحارم تقول لسه عنن بي حجي جرين هو يوجن كان سقال كودي با سيدي دو دو كلبا أنت كان وريد سيدنا عمر با مر يري ما وير كارسان وضعينه كجوجيو وإلا نقاشتي حديث كان يقول شيكتي آيات وقرنا في بيوتكن إيو هواني مصف ركرتو لي من سيدنا عمر ولا غني قاشي وحيت لي الناس كان كخاصا وعمومات عمومات ومخصوصة عائشة مركو أركينا كقر لا يقولوا في سعان تايزعو سيدنا عمر وأدلة أدري شدان علماء الشافعية غير كنت أدري شدان يا جمهور أهل العلم أدري شدان هواني إيدو
هذا يلصعوا تجماعة يضد لوك السوين هاي ويحجي كرتا وين عمره يسن كرتا أيضا محرم لسعون نين كذين لسعون وأنا سيد هذا دون كشرتات قبضوا ربوت قاسي كدوفتا متكلون نبضة كدكتا قري اي هوتيل اي كريسة تيدكتا واحدة ما أركتا دون كنوان نبض ويقول دومر كلو بقى هاي ماها هو يمكن بحجي جري بإجماع الصحابة يكون وافقين سيدنا عمر عثمان علي يكون وافقين يا معاوية بحجي جري بدون محرم ولا زوج معيدة يكفي عن باجرت والدلة القطوصة يسوي أحاديث تديدي سفرك بدون محرم إنه كو قيدين هاي سفر ليه سفرك خوفك سفرك لعب صني سفرك خطر تلاقي دمر كوي هالست جليان بايله يضيع عضنا يك أي منيس لبوب يلا دعاء يعرض قول شرط لو واحد قد بيو هذا ينام بدو شرط ولا اسم الله وعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إذا وحلا قوري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم ما للمجر أكثر كبدا من أن يتق الله ربي إنه حري فيه في اليوم عبدا أدون أدوميس كمذا من النار نار وكحري من يوم عرفة مالك عرفة مال إله سبحانه وتعالى كحرين بنار ليس كحرين مالك عرف مجرت حديث قيب دنبورها تكملاء مالك عرف إله سبحانه وملائكته وقفانا حري إيق أدومها عرفتها بنكتها محي صدوري محي قريد وقصو صفري محي دل دير قصو أغي مادين وحنو ملعي الصدادة محي قتاقيهين إنا ندن بدافو مقراتيك هذا ندن بدافو يوم عرف مالك حلسوه يوم عرفة ومالمها أدونك مالك أفض بدن على الإطلاق مالمها سنتك سيد الراجحة مالمها أسبوع أنا وحأفض بدن مال جمع مالمها سنتك أنا مال عرفة أفض بدن هذا يسكو بيقمان الله ما بيهلوه هذا يسكو آلان سمن وعسل ما من يوم مال المجر أكثر كبدا من أن يعتق الله وعفيه عبدا من النار إنه إله أدون نار كحري من يوم عرفة مالك عرفة رواه مسلم ومالك يقول ليسني هاي شيطان إبليس بالنبي عليه الصلاة والسلام مركو أركو مد عركواج ملايين تا عرفتها عن الرب قدام بدافعي ومراضي وبروني وكحمانية وفرتشوب يا مرك النفط كبعيس سو ذليل أود ليسن ويجيري بلاي ودم كو إذا شايب ودقاق يا قلب كأسقى إلهي نار تانا وحر يحمان ودم وعمل عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان رمضان الله عمره يستو تعدل وحيودك أنت حق أجرك حجة حج بيودك أنت أو حجة معي أمان ولا لي حج يودك أنت حق ثوابك اللي قد حق حكمك ماها عمره العمره يستو رمضان قده حج اللي قولها كارد مايو كارد مايسو حج نذرك أما قضها أما فرض عينك اللي قولها عمره العمره يستو رمضان لحي كل عمايو وحل الله قال وثوابك أجرك لك الله يا عمرة في رمضان تعدل وحيودك أنت حق ثوابك يا أجرك حجة معي أنا ولا لا حجي متفق عليه عمرة رمضان وإن مركاسي لبث صدو وصند والبطاط أولي كرتو قال عمرة يستوي في عانت ولي برمضان أذكب بيكتو وهذه مركاسي أي سنجرين عمرة سنة يا حجك سنة مالك لو كخير بدن أي سنجرين وي هذا قرن وكسوها الله مساكين تا أبارو دمين أيان عذرو دمين أيان إما علوش أي دلوتي إما لو بدات صن إلا وحلاسيا كخير بدن حج كالوع عشان يعمر الوع عجل بيجمع المسلمين ما مسألة خلافية عطاء سند والبحج كلا تجا يقول له حقوله وداد وحج بان كاب عريدة ورنت أنا حكو حج أنا قان مالي يقفض مدي يدي ما يانو حج أنا كوجينا رمنا عمره ديار وديار متاي ها يدو إعده أنا أقان ماشان كو عمره يساني ما أقل الصومالي الدباش عمر عمره ما هين هولك لا تكوذ تين قد هاي توان حجبا سيدا كو هاي إدا سوا حقيقة كفتن ما هات كفتن كي ما وعدب توان سنة الله صورة في حج عمره بعدد بدون المسلمين إيسو بندقان وحان قد كاشكي إيدي وانا قانا ملكا خير بادري بلون كوكوسو نقون دوننا حقا لغا سيبرا
وهذا وين ما صاحب الله عمره يستعان عليه عمرين حاكم الجيران حلا أبارحن أي سعد ضيال بام بن رحمري وين فديان المهم وحاوي هدان ماشي خطرت فينا لو بحنين أو المساكين دي لسينين يا مالي كفض بنا حجي عمره ضيان لي ريسن سيدنا احنا حنبل بال ليلي قل لهم بقرد الريب بني عباس ايو ما اردت ماشي حوالي ما يكون عيال ذهب كتابتي مصاحف القران كي قال كودي جلد كودي كان هيان ذهب كان هيان لا هذا الله وحرام كافضو وحولو ماشي وقف عين العقو خساريا وحولو كبيت ماليا وكتابك شرفتي سفرها كقادم هذا ذهب كتاب كده هي خمر يكون عبايان بر انت العقد هي اسلام سين ما هي كو جهادي ما هي مال في عنقين ما هي هذيك قصة أورطية كذا أنت بتروي كقدمي إن كتابك الله حرحرده إس كقدم أيه ولا كتابك حرمياني خيرك وأنا قرط نبى وحكى قصة هاري وك بتروي كقدمي إني كأزجع عمر القرط والمساكين تضمان يسوي حسيك كريم يزيد كون أورط باب بيس وكون بحكى كريم ما قعب الربا هبل الباع عمر يزدي وهبل عمره كبحيه مقام إبراهيم بأكفدي ما قعد سر هذين هي نمام مال باي باش بترغو من نمر بترغو كقدم او شيطان كقدم اياه ابليس با كقدم منها ايه ان بلا باني كلا سؤال شيطان كمرك وحكى لك وكري واي تضبا ودو ضدك امرا ايه ودو ضدن بيسو حاوي عمل وناكسن او لغا خير بدن ايه ايوه هو مشغول هي وعمل في عنوا خير لكن ولغا خير بدن ايه كاسو كارا دعنا وحكى في عن مجرى هل كاكو قاردي بكوليه سوك هكا دل فيه إن رهنا كهذا قبته عمل كعمل كخير بنا حريف نقول كمان كم بسوي جراي وأجلس بعد وحاول سيدتك لو مش حبيبي قالنا وعنه أن امرأة هوين من خثعم قبل رها خثعم قال الوحيد جري يا رسول الله رسولك إله يو إن فريضة الله إلهي فرض كيسي واجب كيسي على عبادي أدوميس وكلها في الحج حجك كسر بسنين أدركت وحي قبطي هل شيء أبي شيخا كبيرا أبه ونين وين وإيلا قبل هذا سيقول لك تقروح وفقيه دوي وعيد نبع الله فرض كي حجك هاي إلهي أضمها أوصاري أبه بوهيا وإيلا إذن هدو وقبت سيء ونسو حجيه كريم وحيتي لا يثبت أبه كما سقنان أيوه على الراحلة قايد كان مقبا كريتر أصوغن أود وكل غي ملا قايدنا مقبا كرو لكن حجكم حكو أودا مال بكو أودا نقالوا ليه حلو ليه هاي أصوغ ودوس الحجي كرين عيد كحجدون مال يفنقرين كراو أفأحج عنه نبي اللهم كحجي نيابة عنه بيت نبي اللهم كحجي قال نبو نعم متفق عليه هاوات كحجي كرتاه فبر يبرني من سمين يوالد لو وناق الله ترو لو حسام فلو لو نعريسته وجب حقنا لو قتوي أدلة لو دل شدوي نينكو إنو هويني كحجي كرو هويني أي نينك حجي كرت روحك أحجنا يا إذا العقد سينا يسو قصة ما إنا تكون جنسيتين دمر واكل حجي كران رجنا واكل حجي كران اسمه يدارنا واكل حجي كران هويني واكل حجي كرتا أما قرابها النقطة أما ضوح ولا لبحه النبى هوني كحجي كرا قبضوا هذا وا ددك يك حجنا يسا أبهد وأدل ده عنو أدري شنو وأنا صح وعن لقيت ابن عامر وحاكل كجر حجك إنه نيابة قالوا روح أودوا حولنا هيا إن ومركز حولها كحجيو حتى هذه حولها سو لود دايو أضوء الحلقة دو تنا حوالا بحين كان حجنا وكرد عيا وصح لكن حاشرت يا روحها سياد دكور انه حجي روحك يا حجينيا وانه حجك الهي اسوي قتي حجك الهي اسوي انه قتي اظن عمره واجب كي لا ايمان عمره سنه كاسح مايس حجك فرض اظن لا ايمان حج فرض حج حج سنه كاسح ماي وان الله بضع عمله واجب مركور هور مريس وعن لقيت بن عامر لقيت بن الصبر اسحاب الاورنج روي أنه أتى النبي نبي قلت تقيبه الشيخ صلى الله عليه وسلم فقال بحور السحابي قاس إن أبي شيخ كبير نبي الله وأبه وأوائيه وأنه وين أوائيه لا يستطيع الحج أي بنفسه هو أسأل نفتي إنه أحجيه ما أوذه والعمرة إنه عمري سنة ما أوذه ولا الضعن
قرد إيه قايد كان أقبل ما حملي كرة ضعني هو وقرد إن القور ولا دقدش ولا ررتو إلا مال بلدك ولا قور صفر كان مقلي كرو قال نبو حر حج عن أبيك واعتمر أبها كحجي كان عمريسو حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والترمذي قال حديث حسن صحيح عمره مصنع مسوى واجب الله يسكوها يا سيد الراجح أنا وين واجب تاي في السنة كي إني مر واجب تسيد حج وكلوي لكن وذا دوا صنع أرني وعن السائب بن يزيد الكندي رضي الله تعالى عنه قال حج بي وها إلى حجي حج بي والي لحجي عفوا مع رسول الله رسولك إلهي بالي لحجي سيئي أنا يربى أبهي رسولك إرعى شو إلى حجي سيئي رواية ترمي بعض يسي حج بي أبي حج بي أبي هذا حج بي بايدين قرآن ذين دي قانوا رواية بخارية أما رواية ترمي دي حج بي أبي وي أبهي با يحجي سيئي رسولك إلى الراعي في حجة اللي وذا حجك سويته سنة كتمناده هجرة وأنا ابن سبع وأنا ابن سبع سنين أنا تدب الجرة أنا تدب الجرة يؤبه يحجسيه يقاضن رسول كان الراعي رواه البخاري تدب الجرة دوم مميز زينا حجك حوقع صحيا استقلالا وإسلام يتميز بالله لا شرطية هذو سنت مميز زينا وحجك طبعا أسح الجرة وارد كنا كهجو ذن يا عماش كولا إيمانا يي إيه إسلام كمجرد كلا شرطنا يي إذا عرضت يرك ولا حجي يقول الحجي سيو تدبجر كير دربت الأول يا دبرك كل واصحاية لكن حجك إسلام كا كا جد مهاي وحج صنعان كا قد عاية وأجر بن اللجوء قريه هادو مركات قان قعدو حجك واجب كا والله إيمان إيسا أذو أذون هذا الحجي ذو كدي من هذا حروه ذو مركات حروه ذو حجك فرض كا والله قاربا وحجك أصحاية لكن فرض كأنكار دينين وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وحول لكل مي ركبا كلن يلكل مي ضد مسلمين ومسافرين وبيت كلا أسعود أبدا بالروحاء ميش اللي يداه وقوب مقعد حق مدينة أدو أفرت المي الميلها سيؤجر تابع للشيكة فقال صبن وحول من القوم كلن يدو واي وكوماتي يأتي قالوا حدا المسلمون مسلمين بأنهي مشركين من هنا إذا النبي هو أقرت أور ونأكسن قالوا النبي قالوا حين أيقون مركا من أنت ما قرنا هاي وضع المسلمين الرمي وضمك لكيب حج كان أصلح نبي لكن مسلمين نبي كان أولي أرق وحين من أنت أدو كماتاي إلا وأن تيتا نغنى أن كتيني قال نبي حول رسول الله رسولك إلهي بانا فرفعت امرأة سبير وإذا نسائي سننك وحي أهيد هوني بأرق قحدي ويسكن نحضر نبي رسول الله بابا إذن هرتاقنا إذن ورئيسان هيا ويقر قرنا قبادي كدمنا وحي حسوستي إلما يركي ودي حجم كأسيح من سماية كبل تميزي نفتا هيسي ويصور رفاتي نبي الله كان يركان وضاي حجم كأسيح هيا فرفعت امرأة هوين إبا كروقا دي سبيا إلما يري ودتي فقالت وحي تجري ألي هذا حج كان حج نبي الله مكأسيح هيا حجم أجرا هدان كحجيوه وحول الله إيمان كرنا أنا وأنا مرمري وح كرنا أنا ولا إيمان هذا العرور يربى أنت تنقل صوت سال الله ضوافا صعيق الله مري تلبية الشيء عرفك أمرين ويقبلنا يا هوشة السماء بعده طيب قال أدي كرنا هذا أنت ولا إيمان أي قال نحن نعم ها حج وكاء صحيا ولك أجر أدون أجر بتكيريس الماء يرك عبادة كأنتي إذ كنت تربيين يسوع إذ خير كبر يسوع أجر بتكيريس رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رجل عفوا على رحل أن رسولك حج وحوك حجي على رحل قاديت نفقيلة وكانت راحلة وحي أهيد زاملة ومد الراشين كأودة راحلة يزاملة كالجرع عند العرب زاملة ونف كالصهيدة أتكر رنيس أصبح مقاديت ثانيس تمير كأيو بقل كأيو أمرتك كالوك هل عدوضتوت راشين كأكوصارا باتك بيها كوصارا نيف قاعد يتسمى مركات كحرين أما واد أيضا أو أما أيضا بكاه الرئي يسدد ملا نيف كاسا زامل اللي هذا نيف كصايدة كوسيدة بي بات يا علاب تدرك هو هذا زامل اللي هذا راحلة دونا مدة قاعد يتسنت الركوب كوي تصارن تايو نبيقول هل هو تي أيو صايدنا صارتي وهي قاعد نوهاي
لو أن هل نف بوتيوي حقنا الراحل أوها زاملنا أوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وحكو حجي على رحل هيريو كحجي يرر وحن لوجد على راحلة جديد وكانت راحل قد قدر وعي أيد زاملة ومد أسدة سهيد يبيه بات كأسدة رواه البخاري سيدنا الدهوس بعد مرسون ميران دعيان نفك الله قحري أدونا كربات كفوليس إذن حج كنوع عاسي إسكت تبرير إن علايس الله إن النف لنا صعيد كوا لنا أتركوب سنس والنبي كحجيوي دين قد ديار ذي إيو بابور وين إيو هولها صلى الله إيمانيس فأجد دمبي حولون تيب بتين بقرضو كبرين يو حوار كيم عمر وحوار كحجاج وسوي حجي يعيدن كل السعودة وح فرس السعودة وح النف السعودة كبير ك وحول كون مع حجاج ما هي تلو حاجي مجري دونا مرضو بهالكا وحوار كودات رمية وقال إن أبدين لو قبرارن هي وطا دوشا كسارن بيه سيبات كسو سارن ياي وصاو قاسو كان حاجة واك حاجي نين كان سو حاجي بور صدادو إيا الرفاد إيا أدون من نين كان مقتابر ونين من نظوما وانا مصد دلحيسة كون واد دلحيس بروحو العجمة يا هذا ترين باجرا ترين باجر ميا تري مركا ديبوك يعني ميا ترينك وحبه مو سهلة خير هلا حكي اللي حولها بعين ميسانة بعد كل هذا وعمن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال كانت عكاظ عكاظ وحي وسوق سوق جبيا هاوي سوق جبيو عكاظ يوم جنة مجنة لو بدن يا جين كأن لكرد بقى لو بدن يا حافظ جي جماعة كسرية كانت عكاظ سوق عكاظ اللي يدا هذا يوم جنة ماشى مجنة اللي يدا هذا يودل مجاز أسواق سوق بأهين في الجاهلية انتو بوا مكيك ورقسي صدحن سوق واوين با ومكا الدولات كذا مد عرف أدو مد دنك كلامينا كتشرة مد حقا نجد مكا لورد قاقا سوق كورقسن مكا دو شدي آية ونكا ديرين با مدك أوقو بان با ما ننسعود أجري ومكا هاريدا دولات كذا كل قد كل قد با سوق قبايين آية سوق قبايين أما أصبح بأصوح عبالس كوي ما دامر أما باللوي أما واسرد لي قبايين متقنة سوقا عادي فرن قبل يلا ما يدادو ما لو حاجة رم أسبوعي هالمانين بدي عال لسكوه كيانو لسكوه يما تقدمنا لو كلا درارة قلبك أما روري التوين بري بالو تشوغا أما اللواتن بالو أما بل بالو تشوغا لو كلا درارية نيروبو كتر تاميلا نوع عسا كتر متقانان سوق تلاذة بس اللي تشرا تقاكو جيال بقلان تلاذة 400 هاي تلاذة جمعي هاي كان قدارة جمعاء الله تعالى بقلان كويال كريكو حق إذا مدبا كويال ككومبا مدبا كويال سوق النوع عاصة صومالي وحوية غانان يا قبايا لغا قبايو أف صومالي قبرت معادر عبد الله قبال الله سوق حوالا بسا كجري شو سوق لما كجرى المي ما حولها لغو إيبي أما بضي عكالي سوق سنة كمر لسكوي ما دا أما بيش مر لسكوي ما دا أما أسبوع لسكوي ما دا كدم الوقت لا تقال لي هذا قبل يضع عكاد يا مجنة إيو ذو المجاز نسيت هاي هاي سوق أوجب بدن إيه اللي تشوجنا عكاد بهالباتن يكون بري بال تشوج تري كوا كلو تبن بري تدوب بري بال تشوج تري عرب ورنم بس كوي ما جالس عكاد كدم ما كبد عالك الإيب سدم معلمها والسوق فانتم تري والسوق قبي تري نبي محمد يا أصحابنا كفى دي سنتري ملك يا رسوق عكاد حلي يقول ها دعوة خروج في سبيل الله يكون بحجره نبي عكاد بوتغي وكتب لي غي عليه الصلاة والسلام ذي المجاز بوتغي وكتب لي غي جري وحتوك جري مجنة جانس كاس وقالي جري طب لي غي وقف فانت وحن قوض هذه هاد أسواق سوق باهاين في الجاهلية حلقي إسلام كهري بعد الإسلام نواء هاي وادن بوكون بقول الله باطني سديد سنة كذب أي بربنا سوقاس وحأوهري وبربري سوق ذو المجاز اللي مجنة كل حقي ويقدر من عكاد بابا با الله ما بقول لحدني سقالك مركي يجردو سود ولا قرر قصد حد بدو منزل قاره سيد اللي تجي جري واقع جاري واقع إسلام قال له تجي جري لسكو إيمان جري نقول بدي عاد قيمها بضم بما شاء الله كينا لقى فائدة إذا بدي عار رقيصة أو طيالة بالس نمان وحي إيمان جري بلطد أي وين أي مشا كهلا قولي أنا قبل يتريا أي مشا كو قوريان كو سيد ديان بي تجي جري وتجي جري فانتم بالله تجي جري قبيل والبنا وحي كين سن جرين بدي عدو ابو ناكسان هيان ايو نين اف قبين وحلو كو هلا ريرك افكيسة ايا قبايا دفاعة
وماش أهري سي حسان متقبل يسي وكو تجابي ينين كي ذبيان لو رجري. طيب فتأثموا صحابتي مسلمين تي فتأثموا ويكدن ببقين فتأثموا ويعليستين عليس بيدريمين وحي دين ماش أسواق ذاني جاهلية دي بعد يا تجي جرتون وتكجر عسان جرتين هذا نيدكم مسلمين أم يا تجر عسان كرتان يدو اللي يحل حج اللي تشوفه فتأثموا وحي كدم ببق ويكدم ببقين أي أي تجروا إني كجر عصبان في المواسم حلية حجك عمرة جمع موسم من السماء ولكن وعلى مدى أستان حلي لبيك صدو يحل لسكوي ما دوها ومركا مظل يميعادة فتأثموا أي تحرجوا أي خافوا من الإثم بالغوضة دنبي بيكعب سينو كسو قارو أن يتجروا في الاتجار في المواسم حليها حجي عمرضة إن كوغن عصدان عكاظ إيو مجنة إذل مجنة إيو إيد المجاز لبصة بيقبقين كو قوبها نقوبة حليك المشركين تاي أهايين أي هوغن عصن جرين بي أهايين لبو حليه حجي كسو بيك من سوق وقبيض كسو بيك أظن مركا صلاة كجر أمام مساد نحفر لي قنع سوا حمية زمائن ها ولقى في عيّاي مقروع سنو هذه عبادة كجرتان محرمين باتين عمرة صوحلتين حجبة صوحلتين هذا ناس سوق يا الدنيا هؤلاء الرادية ميل جاهلية قنع سن جرتان كر هذا الشيء حقوق صحابة ودم بيك عبصدين فنزلت وحاسودك دي لها وأن حريصتيو ليس عليكم جناح دشين الدم بماءها أن تبتغوا في أن تبتغوا إن طلبتنا والدونتان والراتتان فضلا من ربكم ما الحق إنك إلى الحق ربي يقع هذا إرساقتنا في علف راتتان حلقي حجك مالي جاهلك قال عسان جرتي وحد يبان مالها يا أنسكه بصدا وحد قال عسان عيسى ما حلال بما سماها أنت أنسكه بصدا أن تبتغوا فضلا من ربكم من أفضل ديرات يديق ربي حقي سكاءها تئنا ثلاثتان حلق حجك عريس مالها اللي قجيري في مواسم الحج حجك حليدي سراه البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم.